عايزه اقول له برج الجوزاء، انا شايفاه هنا، حاول حاول ما تتكلمش عن حياتك مع حد خالص، لان عندك طاقة حسد، ودي زي ما شفتها على فكرة في برج الاسد، اللي هي نفس طاقة الحسد دي، اللي هي على اي حاجة، يعني اللي هو حتى لو نطيت من الشباك هيحسدوك. فحاول ما تظهرش كل حاجة عنك او عندك او عن حياتك او عن حاجات بتعملها، بالذات بقى في المحيط اللي انت فيه. يعني ممكن لما تخرج برا محيطك ماشي عادي، ممكن تتكلم تفضفض تحكي عن حاجة عندك، لكن في محيطك لا خالص. شايفاك منتظر، بتفكر كتير. بصوا، بسبب الانتظار ده، يعني انا قلتها قبل كده وهقولها دايما، يعني طاقة الانتظار دايما مش حلوة، مش حلوة في اي حاجة، يعني مش في الحب بس، مش حلوة في اي حاجة. يعني لما تستنى حاجة للأسف بتتأخر كتير، وممكن ما تجيش لان الانتظار بيأخرها. فنحاول ان احنا نلهي نفسنا في اي حاجة، وبلاش نخلي عندنا طاقة الانتظار دي عشان اللي احنا عايزينه يجي. يعني تقريبا، يعني انت برج الجوزاء، انت من الشخصيات اللي بتحب الشغل جدا، يعني تقريبا اغلب حياتك في الشغل. لو في منكم مش بيشتغل، حاول تشغل نفسك باي حاجة، يعني اي حاجة تاني. وان شاء الله قريب هعمل لكم قراءة عامة عشان نشوف ايه اخبار الشغل عندكم. في الفترة دي عند بعضكم ممكن تلاقوا موضوع قديم ممكن يتفتح، في انفصال مع أبراج ترابية، انفصال اوريدي حصل، ودي كانت علاقة غير موفقة. طبعا أكيد مش للكل، بس اللي ظهر عندي في القراءة كانت علاقة غير موفقة. بقولك انت ايه بقى يا برج الجوزاء في الحالة دي؟ بقولك انك تبص لقدام، لان اللي جاي افضل بكتير. يعني بلاش نبص ورانا كتير، تعرفين اللي بيبص وراه مش بيقع، مش بيشوف قدامه اصلا، في فرص بتضيع لان انت مش باصص عليها. فنحاول ان احنا ما نبصش ورانا كتير. في ناس فيكو مقدمة على ارتباط، عايزه اقول لهم ان الفرصه متاحه ومناسبه. في منكم بقى بالذات لو رجاله، انتوا اللي بتمطلوا في الارتباط، انت اللي تاعب الطرف التاني يا برج الجوزاء، ومش بسبب حاجه، مش بسبب ان انت يعني لعبي او اي حاجة من الحاجات، لا، هو الموضوع انك بسبب شغلك، حياتك كلها شغل، بتنام وانت بتحلم بالشغل. شايفة في العلاقة دي طاقة ابراج ترابية، انت بتحب الطرف التاني، انت يا جوزاء بتحب الطرف التاني، مخلص ليه، بس مش بتفوق غير لما بتفقده، ولما يرجع ترجع زي عادتك تاني. يعني تفضل طول الشغل والوقت وحاجات من الكلام ده، والطرف التاني يزهق ويبعد، وترجع انت اللي بتكلمه عشان بتحبه، بس لما تتأكد خلاص ان هو معاك بترجع تقول نفس الكلام تاني. مش هنسميه مبررات، انت فعلا دماغك عاملة كده، يعني شغلك واخد كل حياتك. لازم نحاول ننظم شوية، لان ممكن الناس دي وبالذات لو بنحبهم وعايزينهم ومش عايزين حد غيرهم، ممكن الناس دي لو مشيوا في مرة ما يرجعوش تاني. ودي للبعض يا جماعة، يعني مش للكل، وبالذات بالذات لو ولاد مش بنات. في منكم في جواز وفي طرف تالت، سواء انت او الطرف التاني، يعني ممكن حد فيكم يتجوز.
الحد اللي متجوز ده ممكن عايز ينفصل وبيحب حد تاني. هو في نوع من انواع الانفصال، بس هو مش عارف ينهي علاقته تماما. ده ممكن انت او الطرف التاني، بس ممكن يكون في الغالب انت يا جوزاء. وممكن يكون في العلاقات الترابية على فكرة. يعني بص يا برج الجوزاء، هقولك انت طيب جدا، بس في نفس الوقت ذكي جدا برضو. يعني تقدر تفهم وتحدد انت عايز ايه، وتقدر تعرف لو الشخص مناسب ولا لا. يعني تقدر تميز اذا كان الشخص ده مناسب ولا لا. يعني في الغالب قراراتك هتكون في ايدك انت، لانك انت كمان معروف ان انت بتقدر تحلل كويس قوي. اللي مرتبط من ابراج هوائية زيه، بالذات لو ميزان، هيحس في الفترة دي ممكن يحس بشوية برود في العلاقة شوية، وده بسبب اوضاع فلكية بتمر بيها الابراج الهوائية، بالذات الميزان. يعني اكتر حد متأثر بيها هو برج الميزان، ودي هتتحسن في اخر الشهر ان شاء الله. اللي فيه حب جديد بقى في الغالب هيكون من الابراج النارية، بس مش شرط. يعني مش شرط البرج هيكون برج ايه، بس هيكون حب موفق جدا، لان هو كمان بيحبك ونفسه يساعدك. يعني بيفضل يفكر في العلاقة، اللي هو مع طرف ناري ده بيفضل يفكر في العلاقة يعمل ايه ويساعدك ازاي. يعني دي طريقة تفكير الطرف التاني في العلاقة. بس اللي في العلاقة دي بعضكم كان عنده علاقة سابقة، ممكن العلاقة السابقة دي تكون مع برج ترابي. في الحالة دي ممكن اقولك تكمل لقدام، يعني تكمل لقدام وتفكر في موضوع الرجوع ده، سواء عايز ترجع او ما ترجعش، لان انا شايفة ان الطرف الترابي عايز يرجع. وطبعا ده تفكيرك انت، تفكر طبعا انت حر، بس بقول اللي شايفاه. كمان في منكو في محكمة، وبرضو مع برج ترابي عايزين تنفصلوا وتبدأوا من جديد. في الحالة دي عايزة اقول لكم اللي هما في الحالة دي، ان كل الحظ في صالحكم انتوا، لان انا شايفاكوا اتظلمتوا فعلا، انجرحتوا قوي في العلاقة دي. كمان زي ما قلت في الاول، في علاقات السحر كان السبب، او الحسد، المهم هي طاقة خبيثة يعني، كانت السبب في حالات الانفصال دي. الحالات اللي هي كانت السبب فيها دي للأسف يعني حصل فيها طلاق، في منها ما فيش رجوع، سواء منك الرفض او من الطرف التاني، لان حد فيكو بدأ حياة جديدة. بعض المتجوزين، بعض المتزوجين، ما كانوش مرتاحين خالص في حياتهم. يعني متحملين، ممكن نقول متحملين عشان اطفال، بس انتوا نفسيا يعني شايفاكوا نفسيا بتعينوا كتير. يعني لازم تستعينوا بالله. والناس اللي منكوا بتعيش حياة فيها تعب او نكد كتير، لازم جدا التحصين. يعني الصلاة، قراءة القرآن، سماع القرآن مهم جدا، الرؤية الشرعية، مسح البيت بالكامل بالمية والملح. وزي ما قلت، محدش يعرف عنكو أي حاجة خالص، لازم محدش يعرف عنكو أي حاجة خالص. البعد عن الأشخاص السيئة، انت حاسس بيهم. يعني الأشخاص اللي أنا بتكلم عنهم دول انت حاسس بيهم وعارفهم، يعني انت عارف هما مين في حياتك. ابعدهم عن حياتك خالص عشان تحس بالاستقرار، وتطرد الطاقات السلبية من حياتك. طاقات سلبية وشيطانية بصراحة، يعني بتحيط بيك يا برج الجوزاء. بقول النصيحة دي اللي لازم تعمل بيها، لان لو ما عملتش كده وربنا الحافظ طبعا، يعني انت ممكن تدخل في وجع نفسي كبير ومدمر، بعد الشر عليكوا طبعا.
في منكو في علاقات سواء بجواز او ارتباط، اي ارتباط تاني يعني غير جواز، العلاقات دي لبعضكو سيئة جدا. وطبعا اللي سمعني كل واحد عارف حالته. علاقة سببت لك تعب، سببت لك خسارة من كل النواحي، اتخذلت كتير فيها، وشايفاك اديت فيها كذا فرصة، كل ده خد من صحتك ومن أعصابك. في منكم نهى العلاقة اللي هي السيئة ومنكم لسه، بس أنا عايزة أقول إن الفترة دي القريبة اللي احنا فيها بالنسبة لك يا برج الجوزاء مش مناسبة لاتخاذ أي قرار. يعني اصبر وركز في كل حاجة بتدور حواليك لحد ما تكون الفرصة مناسبة ويكون الوضع اتغير شوية عشان تقدر تقرر انت عايز ايه. شايفة البعض منكو يا أصحاب برج الجوزاء ولو قليل جدا، ولو 1% بس ظهر معايا حاجة شفتها، يعني لجأ، ممكن يكون لجأ لنوع من أنواع السحر بغرض الإصلاح، يعني بنية سليمة. ممكن تكون نقلت حاجة عن حد أو استعنت بحد من اللي بيعمل الحاجات دي، بس في الغالب أنت اللي عملتها الحاجة دي، يعني حاجة نقلتها عن حد. بصوا بقى، يعني الحاجة دي اللي أنت نقلتها وعملتها دي كان فيها نوع من أنواع الطلاسم او الاسماء الغير معروفة، يعني كلمات انت مش عارف لها معنى، نفذتها بزي ما هي. عايزة اقول ان الحاجات دي غلط جدا وهتزود اللي انت فيه، مش هتحله. يمكن انت لو عملتها هتكون حسيت وخدت بالك ان من اللي انا بقوله ده، يعني ان المشاكل اللي عندك بتزيد او مفيش ليها علاج، يعني بالطريقة اللي انت استعملتها او خليت حد يعملها. لان دايما الحاجات دي الايه الكارما بتاعتها وحشة، يعني وحشة على الحد اللي هو بيعملها حتى لو بنية اصلاح. يعني طبعا يا جماعة، يعني الله اكبر واعز واقدر، فيعني بلاش نستعين باي حاجة غير ربنا وكلامه. اي كلام اشوفه غير مفهوم، لان اللي عمل كده هو عمل كده هو مش قصده. اشوف كلام في حاجة واخدها لعلاج، اشوف فيها كلام غير مفهوم لينا خالص، نبعد عنه تماما. يعني انا عارفة انك متضرر وبتتعلق ولو بقشاية، بس لازم يكون في يقين في ربنا، وان حتى السحر اللي اتعمل لك هو حصل باذن ربنا. يعني كلنا عارفين وما هم بضارين به من احد الا باذن الله، فحتى السحر اللي اتعمل هو بإذن ربنا، وكل أمر الله خير. يعني ممكن الحد اللي عمل كده معاكو، عمل السحر ده، يكون حد سيء جدا جدا، وربنا أذن لسحره انه يكون عشان الحد ده يبقى شايل ذنب كبير قوي انه أذى ناس، وانت كمان في نفس الوقت تكون اتعرضت لكرب وابتلاء تؤجر عليه بصبرك طبعا ان شاء الله. فكل أمر الله حتى لو ظاهره فيه حاجة وحشة هو خير، ولازم نبقى متأكدين من كده. زي ما قلت، فيه رجوع لأبراج هوائية ومائية، بس في إيدك أنت الاختيار والقرار. لازم تهدى، تظبط كده شوية أمور في حياتك معينة، لأن شايفة أغلبكم كده ليلكم نهار ونهاركم ليل. تنظم حياتك عشان تقدر تركز ويكون قرارك سليم، وعشان صحتك برضو. يعني لأنك لو فضلت في الحالة دي ممكن تتعرض لسوء اختيار زي ما تعرضت له قبل كده، وكان عندك قبل كده سوء اختيار. شايفة في عندك يا جوزاء انتصار على ظلم انت تعرضت له، في ظلم انت تعرضت له عندك انتصار ان شاء الله، بعد ما هتكون فقدت الامل خلاص في ان يحصل لك حاجة او يترد لك حقك. يعني بعد ما هتكون فقدت الامل عندك انتصار، بالذات ان انا شايفة ان بعضكم عنده اصلا في جواه احساس بظلم،
مش حاليا، من صغره، لان شايفة في منكو ممكن اتعرض ليتم احد الابوين، يعني عانى في حياته، يعني شايف حاجات كتير في حياته بسبب فقدان احد الابوين، ده سبب له مشكلة فيما بعد، وممكن يكون ده اللي اثر على اختياراته برضو. يعني في منكو، لان في منكو اختار على مدار حياته بعد كده اشخاص غير مناسبة ليه بالمرة، تسببوا له بأذى كبير يعني، او ممكن يكون التأثير اثر في ان انتوا تقدروا تبدأوا علاقة وتلاقوا دايما عندكم الكلام، اللي هو طبعا في منكو يعني ما تاخدوش الكلام في كله في العام، انه مثلا حد بيقول في بداية اي علاقة ان مثلا شكلها مش هتكمل، انا حظي وحش وعارف ان مش هيحصل حاجة، ف برضو دي من الحاجات اللي مش صح ان احنا نقولها، لان احنا بالكلمات دي ممكن فعلا نجيب لنفسنا حاجات سيئة. عايزين نلغي نظرتنا دي خالص، نظرتنا دي لنفسنا يعني، لانها فعلا ممكن تخلي الحياة ما تمشيش بجد. زي ما قلت، نغير الطريقة دي، طريقة تفكيرنا شوية، ونكون واثقين ان احنا كويسين ونستحق كل حاجة حلوة، لان انتوا فعلا كده يا برج الجوزاء، انتوا فعلا كويسين وفعلا تستحقوا كل حاجة كويسة. اللي منكم عنده علاقة مع برج ناري، هو يا برج الجوزاء مش قادر يفهمك شوية، يعني ممكن ده بيعمل سوء تفاهم في العلاقة، رغم ان في بينكو حب على فكرة، المفروض يعني المفروض انك بتتفق حلوة قوي مع الابراج النارية، كمان بالذات الاسد، انت بتتفق كويس جدا مع الابراج النارية. انا شايفة القراءة بشكل ايجابي، لو بصينا لنص الكوباية المليان، المهم يا برج الجوزاء نسبة كبيرة من الأمور في إيدك، يعني لما أقول إن في رجوع هيكون في إن شاء الله، لو أنت سعيت لده، لو أنت سعيت لده، مش سعي إنك تجري ورا الطرف التاني، لأ، إنك تغير تفكيرك شوية. وكلامي بس عشان محدش يزعل مش معناه إنك وحش، بالعكس خالص، بس عايزة أقولك إن الموضوع لو حصل هيكون إزاي، مش يعني مش هينفع اجي اضحك عليك وافرحك مثلا بكلمتين من بره في رجوع وفي حاجات حلوه وكده، وما ادلكش التفاصيل اللي من جوه، يعني اللي انت ممكن تمشي بيها عشان الامور تمشي معاك، ده في الحالات اللي ينفع فيها زي ما قلت، يعني لان زي ما قلت في حالات كانت سيئه جدا، يعني بخروجك منها انت الكسبان. اللي منفصلين ومش مرتبطين خالص اصلا، مطلوب منك التركيز كويس جدا زي ما قلت في الاول، لان هيكون قدامك ان شاء الله شخصين، واحد كويس ومناسب وواحد لا كويس ولا مناسب، انت اللي لازم تختار، عشان كده قلت تركيزك لازم يكون موجود، انت اللي لازم تختار مين الكويس ومين مش كويس، وهيكونوا باينين جدا على فكرة. ربنا يوفقكم اللي فيه الخير. القراءة انتهت، بدعيلكم كلكم بالسعادة والتوفيق والنجاح في كل أمور حياتكم يا رب. شكرا للمتابعة، برج الجوزاء.